السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان عن بلوني ودرسي أما فرقي لبات وحان كدل استاغني حديثي شنات وحين قبل أبي دونا عاوة حديثك اللي حاد كتاب وحان نروي إصلاح المجتمع بلشاسي وهاقاكتا عوانك ووطانا لغا قرنيا بركة بلشادة مركة إلى شخصيا ويمنسا فردقو إنو هاقاقو وقول حديث إن شاء الله تعالى يا وحي كهل الله يان قفك ودو هذا الروح شرح هذا ندي بقول نقضي لا إنه وقت يعني أي نري وحوا إن عندك هذا وسي دار إن مر منه إنه قف إله سبحانه وتعالى علم بدن وكهليه حديث كم رجع عاوا إنه قوان إنه والح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم قف إذنك ماذا مر مايو حتى يحب إلى وكلج عليه كلج على هذا حتى يحب إلى كلج على هذا لأخيه ولا الكيس مسلم كه ما شيء يحب ولج عليه لنفسه نفتيسا رواه البخاري ومسلم حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هليا إنما المؤمنون إخوة آية داس الشرحيان قفكم مركب مؤمن كا إنه لج على هذه النفتي سوح لج عليها ضدك مسلمين تها نفتي سنوح لنا عبيها إنه سلام كلنا عبو حاسد يا أورجمار يا حقد يا تاسنا تاسو حديثك كدي جي يا مركب هذا نقول لنا مركب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك وحيري قال وحوري قال قال هل كا كم مكان سان رجينا يو أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري لا يؤمنه مر ما ينن أحدكم قف إذن كإذن كمذا وإيمان كامل أوي بمعنى إيمان كلا جام فيه ما قف فيني سلام نبدأ كبعد إيمان كامل أوي لا يؤمن مر ما ينن أما لا يؤمن مر ما ينن أحد مر ما ينن أحدكم قف إذن كإذن كمذا حتى يحب إلى وكلج على هذول لأخيه قفك ولا الكيس مسلم قال لأخيه هذا وحي قفك ولا الكيس مسلم قال ما شيء ولج على هذا يحب ولج عليه لنفسه نفتيسا حديثك تضبط الحديث السابع حديثك تضبط وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنس وحلق وري قال وحور أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري ثلاث صدح من قف كنا أي أهذان صدح داس فيه سجى جذيه سا صدح قف كي لجه له وجد وحو هلاي بوليه النبي حلاوة الإيمان إيمان كم معانكيس حلاوة الإيمان معنى حلاوة الإيمان أيوه هلاي بولي معنى حلاوة الإيمان أيوه هلاي كو حوي أن يكون الله الله إيه ورسوله الرسول كيسا أن يكون الله الله إيه ورسوله الرسول كيسا أحب إن وكجعله إليه إساق حقيسا مما سواهما وهي الله إيه الرسول كالصهري تاوة كوبا طلبات وحوية وأن يحب وأن أتش على هذا معنى وأن يحب في الله ألا درتي وأن أتش على هذا ويبغض وعرض ونعه في الله ألا درتي تانوا طلبات تصدحات وحوية وأن يوقد إن الشيطة أو الله ريه نار دب عظيمة وين وفيقع وقدع فيها نار تقودي هذا أحب وأن كتعليه إليه قفك حقيسة من أن يشرك إنه لو ذاتيه بالله على الشيء عن شيء رواه البخاري ومسلم حديث كمرك وقال لي صدح على النبي وقفك هلا إلا لغا هلا ويقوله سهذا الإيمان كي معان كي سود دمي حلاوة واردا حلوة دو واسنقر للشيء لي مرك حلاوة الإيمان مدك وبعد حوي علي رسولك وإن أتكتع شيء وحكا سهاري طلبات نوحوي قفك وإن إلهي درتي وجعلاته إلهي درتي نادو وعراته صدحاته وحاوي وين الدب انتي الله الشيدو آد وين ولبنا إنا الدبكا كنا عضو دبكا وين الله الشيدي وإنا تكجع الشهي هذه حقا إنا دي الله وحلو ذاك مركا حديث وحقدقا شركي دي ومركا الدب وين الله الشيدي إنا تكنا عضو معناها وإنا تكجع الشهي إنا الله وحلو ذاك مركا هذا نقول سواء عنه أنس بن مالك وعنه أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري ثلاث صدح منقف كنا أي أهذا صدح ذا فيه سجى جديس
وجد وحو هلاي أو قفك هلاي حلاوة الإيمان إيمانك معانكيس أن يكون الله تكوي أن يكون الله الله ورسوله ورسول كيسا أحب وإنه كجعلي إليه إساق حقيسا قفكاسي مما سواهما تتنيذا وحونقا الله رسول وحكا سواري وإن اللباد هذا كجعشاي واكو تلباد وحوي وأن يحب وإن أجعل تقفك في الله ألا درتي أنا وأن يحب في الله ألا درتي ويبغض أضوء عرات في الله ألا درتي وأن توقد إن الشيطان نار دب عظيمة أوين أو فيقع وكدع فيها في النار قد هذا أحب وإنه كجعل إليه قفك حقيسة من أن يشرك إنه لو ذاتيه بالله ألا شيئا شيء رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم الحديث كان وحلاوة الإيمان وإيمان كده دنجيسي رواد كده ذاك الدعوة من الإيمان واكهلا أنا كورد دنك إيمان كمرك تهوي صدح رسول النبي عليه الصلاة والسلام كشاك حديث كسداد الحديث الثامن حديث كسدادات عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحول رسولك لا يحل حلال أماه لمسلم من قف مسلمة أن يهجر إن وكتل يرادو كهجر هذا أخاه قفك ولالكيس مسلمك فوق ثلاث ليال سد حبيم وحكف كسر هي فوق وحكسر هي ثلاث ليال يلتقيان لبضو دي ومرك كل ميا فيعرض هذا كان ومرك كان كالعرك كجيتسا ويعرض هذا كان كجيتسا برقاس رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري وخيرهما لبدا قف سد حلام مال موت كل هجرود وحاو خير بدن الذي متك يبدا كب اللابي بالسلام سلامته والسلام عليكم الله رواه البخاري ومسلم حديث كان الرسول عليه الصلاه والسلام وكغا هدلي قفك ولالك مسلمك ان اذن كهجرونين سد مال موت وح كسريا تامرك وحا وي وخي كتعلقي مركا الدنيا وي الدنيا معناها ددك دحمر خلافه سد مال موت وحكبضاً إن أنماركت لك ليس قوينين أو لك ليجرونين وحنا بقوة الماما يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا أي كل ميان وكنمرك وككالقوس وبعك جيسن كدك جيسن ورسولك الماما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متك أو خير بضاً لبضاً ومتك سلامتك بلاي أما هذا وقفك وعراضك وقفك وكجيس أو قوين أي دين تاهي دين تاه سنوية نقفك ديدك دقين وقفك اللواني أو اللوعدي أو حلوشي ومركي أما بمارت التعزير إيو مارت عقوبة الله قد قيب بل إنو طوبت كأن قفك انتين لكرواي أما بقفك مارتي لقب السمري كايساق إن لقويو ويبنان تايو مارك تطعين لقو السمريو ودينهان لكن ومارك لقن نوغي لقا قوستوي مارك حديث تاس أيو كاد ليا وعقلو حديث كفقك لقا قادن كمده قفك سلامت بالله إنو خير بدن ياهي هدو كرديو وإنو ملك باكردي حديث كسيد روايي سعي تلمامي الحديث تاس حديث كسقالات أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحيري لا يحل حلال ما دم امرئ مسلم قف مسلم أبيجيس حلال من نقون يو إلا صدحنا لك صوره إلا بإحدي ثلاث صدح متكم ذا موين كو وحوي الثيب وقف مير حلال رتي الزاني أزاني من الزني استوى الثيب وقف مير حلال الرتي الزاني والزني استوى قف مير حلال الرتي وكل كل من رجع يدمر بقدونها النقض قف كهدو الزني استوى أي عداته ومخرات يدي له هلو كاسي مركوا على الدلادي جيس حلال بنقد كلا بعد وحوي والنفس بالنفس نف نفدي الشيء أو جويسي يدنا ولا الدلايا إلا أولى المقتول كنا عفيان موين أما مقع قاتان موين تصدحان وحوي والتاريخ وقف كيسكجتري لدينه دين تيسا المفارق أو فارقي أو كبحي أو فارقي للجماعة جماعة المسلمين للجماعة وعوى جماعة المسلمين وعدد المسلمين رواه البخاري ومسلم حديث كان صدح بك الله انت صدح لك بذيهن معنى ذاتك دي قوضة بنانانا لكن صدح لنا صدح هو ووين مركا رسولك وحولي صدح بك الله عبد الله بن مسعود وحولي رضي الله تعالى عنه قال النبي قال وحول عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي لا يحل حلال ماه دم لا يحل حلال ما دم امرئ مسلم من قف مسلم ديقي إلا بإحدي ثلاث سدح متكود موين كو الثيب الزاني متكي مهر حلال الرتي الزنيستي هدي عدين يبروف لهلا
كاوالا الدليا لابا والنفس بالنفس نف نف قويسي أو مسلمة ذا يدنا والا الدليا قال وما الدليا غوف مسلمة والنفس بالنفس والتارك متكي كتغي لدينه دين تيسي المفارق فارقي للجماعة جماعة ذا رواه البخاري ومسلم تتكلم مسلمين ما أكثر هذا الزمان معاك بضن ضد دين توان كبحنا الأولي بنا كفا هذا علم ولا تاقنو معناها ولي بنا مودية كوبا فانية رواه البخاري ومسلم حديث كالتدبات التمناد عن الحديث العاشر وعنه إسن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري سباب المسلم قفك مسلم كل عايو فسوق وفاسق نمو فاسق نمو ويوف معناها دنبي فسق خروج من الله تاسو كينكرا سباب معناها سباب المسلم قفك مسلم كل عايو فسوق وفاسق نمو هو ددي وناك سنيد قفك وكبع هنا ضدك مسلمين تا لعايا ما وقتاله إلا الدلنا كفر وابقال منه بركة كان هوري أنا يعني سوام مرة عبد الله مسعودي كان وقتاله كفر وحوي كان دي مركة هدونا معناها أن شرع وكو إلزامنين أو نكو قوينين إلا الدلو ديقة قفك مسلم وحرامي لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من دم من دم إمرئ مسلم وحديث كلنا بكويري لزوال الدنيا الدنيا تنقز الشبه يا أهون وكرفض على الله على الله الله حقي من دم امرئ مسلم قف مسلم ديجي مركه وحوي الا الدلنا مركه وا وقال نمو قال لما داس لبا غليس حدو حلاش قف مسلم و دليو او واركه بديجي سونه براني كفر و هي كاسيدو هدي كلو مركه دي معناه ان حلاشنينا وكبائرتي واوينيد دمبيدي واوينيد تا سبع الموقبات سبع الموبقات كاهي وينو من دون ان شاء الله تعالى اي كميت هاي رواه البخاري ومسلم أنقص علينا مرة. الحديث السادس حديث كاللحاد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحر لا يؤمن مره ما يه أحدكم غف إذن كمذا حتى يحب إلى وكلتش على هذا لأخيه قفك ولالكيس مسلم كما شيء يحب وكلتش عليه لنفسه نفتيس. الحديث السابع حديث كتدباد وعنه أنس رضي الله تعالى عنه الله كرر النقطة قال أنس وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري ثلاث صدح منقف كنا أي هذين فيه صدح ذا قديه صلى الله عليه وجد وحوه لي حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيسي أيوه لي أردمي كوحوي أن يكون الله ألا إيه ورسوله ورسول كيسا أحب وإنه كجعلي إليه إساق حق إيسا مما سواهما وحي كسوها الله يا رسول وين تكور مرس لوالدي والولد أجمعين وكروا هاي كلاهي إلهي معنا رسولك وين تكج عشوا عول كلباد وأن يحب وأن وجع على ذقفك في الله لا درتي ويبغض وعرض في الله لا درتي صدح وأن يقد إن لشده نار ضب عديمة وين فيقع وكبع فيها في النار أحب وأن كج عليه إليه قفك حقيسه من أن يشرك إنه لو ذاتي بالله الله شيء شيء رواه البخاري ومسلم. حديث كسيدات الحديث الثامن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري لا يحل حلال ما لا يحل حلال ما للمسلم من قف مسلمة أن يهجر إن وكت يرادو أخاه قفك ولا الكيس مسلم فوق ثلاث ليال سد حبين وحكا سرية يلتقيان يغو كل ميا ويعرض هذا كان وجهت سنة يمرك كصابحه ويعرض هذا كان كلا وكجهت سنة وخيرهما لبضع قف الساق حرقفت كدع يسوع هو خير بدن الذي متك يبدأ بالله بكب الله بالسلام سلام تسلام عليكم يري رواه البخاري ومسلم مرك حديث وحنا تسنة يا إن الله يسقينن إلا إن قف واحد كجين يسوع دين أي تاي وأضيقين سنة هاي موينة لكن مارك تأدوي يدو وصدح ضام الموت معناه صدح ضام الموت وي وتاوي. الحديث التاسع حديث كسقالات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري لا يحل حلال ما دم امرئ مسلم قف مسلم ديجيس حلال ما الا باحدى ثلاث صدح موين صدح هو وين لكن كبدين كو وحوى الطيب الزاني ومد مهر حلال الرتي وزنيستي او عدين لو هلي كاوى لدليه وكو لبا أن والنفس بالنفس نف نف قويسو مسلمة يدنا والو دليا صدح والتاريخ وقفك إسكاكتك لدين دين ديسا المفارق فارقيبا
لجماعتي جماعة المسلمين تسكتري رواه البخاري ومسلم. حديث كان أودمي الحديث العاشر حديث كالطبنات وعنه أنس رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحول عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن قف كمؤمن قف كمؤمن كهو الله عايو فسوق وفاسق نمو وبدأت اللسان قف مسلم كهو الله عايو وحرامه وقتاله إن لدلنا كفر وقال نمو وكان شيخنا يو فسق ونمرك وخارج مرك أما معسيب ولا يمد قف دنب ولا يمد معسيه وقتاله هنا كفر إن لدلنا وقال نمو مرك هدو حلاش دينا يدو قال ملة تبوك بحيا هذه كلا نمرك وحوي دنب وين وتضبط دي مبقاتك أيو كل عيوي رواه البخاري ومسلم هل قاسم قد الاستاذ دونا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله حسن استماعكم وكان نورا وشاقني كتاب حقا المتن أم بان مرينا إنا متن إسراع المجتمع وي لكن نكي ربا مارت مراجع دي شريحة ونقضو السلام عليكم ورحمة الله.